عاد إلينا الشيخ خضر عدنان، تسمعون الآن؟ نعم أسمعكم. تفضل شيخ خضر، الهواء لك، تفضل. نعم، وتم يعني هذه الاعتداءات تمت فيما يعني على مرأة من عدد من ضباط الأمن الفلسطينيين، وكان هناك شهود عيان سبحان الله يعني قدر الله من الكتاب والأدباء والمحررين، 5 ربما وأربعة منهم خلدون بشارة والأستاذ أبو علي أحمد نصر والمحامي فهد القرآن ومحمد العطار، كلهم شاهدوا مشهد الاعتداء وحاولوا يعني إبعاد هذا الضابط الذي يعني استأسد علي، وأنا أعجل يعني ليس لدي يعني من القوة التي كنت يعني حيث كنت يعني لي ساعات طويلة على ذات الكرسي في ذات المكان دون أن أدخل إلى غرفة أو أستريح أو أنام قليلا منذ لحظة الاعتقال، حيث أمضيت حوالي 14 ساعة على هذا الكرسي في مشهد مؤلم يعني لا زلت أتذكر يعني وقائعه وما حدث، ولا أجد التفسير كيف يعني ما العقيدة الأمنية التي يعني بناها دايتون وبنيت في يعني خلد هؤلاء رجال الأمن ليقوموا بهذه الأفعال النكراء تجاه أبناء شعبهم، وكيف يعني ينامون الليل بعد هذه الاعتداءات؟ هل يفخرون أنهم يعملون بالأجهزة الأمنية الفلسطينية وهم يعتدون علينا؟ هل يعني يقول لأهله أو لزوجه أو لأطفاله أنا اليوم ضربت خضر عدنان؟ هل يمكن أن يضع اسمه إذا كان هو يعني يفخر بما يفعل فليضع اسمه الليلة هذه وهو يسمع يعني ويسمع الليلة قرب اسم خضر عدنان ويقول أنا من ضربت خضر عدنان، ثم يمشي إلى المنارة ويتحرك. طيب شيخ خضر عرف اسمه شعبنا. نعم شيخ خضر، تابعنا أيضا فيديو قبل قليل أثناء وقفة تضامنية لزوجتك، تم التعرض أيضا لها من قبل أحد عناصر الأجهزة الأمنية بلباسه المدني. اليوم شيخ خضر بعد إطلاق سراحك من قبل أجهزة السلطة، هل تخشى على حياتك؟ يعني العمر واحد والرب واحد، ويعني لو عكبت خاف موج البحر وقفتش قدام البحر، احنا ايماننا بالله عز وجل كبير وعميق، لم نخاف من هذا الاحتلال ولم نخاف من اعوان الاحتلال ولن نخاف من احد، واعتقد خيريه امتنا وخيريه شعبنا ستتغير ان شاء الله الظروف. هل تعرضت لتهديد مباشر شيخ خضر اثناء اعتقالك؟ شهدنا ثباتا لك معهودا، أضربت عن الطعام، رفضت توكيل محامي، رفضت الاعتراف بأي محكمة وأطلق سراحك. الآن هل تعرضت لأي تهديد مثلا تذكيرك بمصير نزار بنات مثلا؟ يعني المشهد الذي حصل معي يعني ذكرني بما حصل مع الشهيد نزار بنات. إذا أنا يعني عفوا يعني قلت يعني جهارا نهارا والإعلام يلاحق عبد الفقير ومغرب سبب في الاحتلال وكذا وكذا، وزوجتي تتظاهر والنشطاء وحركة الجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطينية تنادي بحريتي وأبناء شعبي وتظاهر على المنارة، ومع ذلك تم اعتداء علي، فما بالكم لو كان يعني من اعتقل يعني حديث السن لا يعرف أحد وماذا سيكون مصيره؟ لذا يعني أنا دعوتي لكل من يعتقل سواء عند الاحتلال او عند السلطة او يعني الا يعني يترك ابنه وحيدا، لان من يستخدم القوة ويسترجل علينا ونحن عزل ويقتل نزار بنات غير مستبعد عليه ان يستخدم تلك القوة ذاتها بقتل الاسير والمعتقل السياسي، ومن عنده ضمانات فليقول لنا لا يعني خضر عدنان يكذب، اللي عنده ضمانات كل انه يعني لا الاسير الفلسطيني والركن الفلسطيني لن يحدث له شيء، وإذا حصل له شيء اقطعوا رقبتي أنا، إذا في أنا رئيس حكومة كل هذا الكلام، إذا في وزير داخلي كل هذا الكلام، إذا في رئيس كل هذا الكلام، لكن من لا يضبط نفسه كضابط أمن برتبة مقدم أمام خضر عدنان ويفقد أعصابه بشكل أهوج ويدخل علي يعني ويعتدي علي، يعني هذا القدم التي يعني داست في بطني والتي ضربت يدي، يعني ماذا أقول؟ فقط أقول له حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله فيك في حكومتك وفي رئيسك وفي سلطتك وفي قيادتك
وفي كل واحد أيدك وبشد على إيدك وبحاسب كاش، وأنا بيني وبينك ربنا.